بخير عليكم. اليوم صافي خرجنا من الاوتيل درنا تشيك اوت وجينا حيت اوتيل جاي مور ريسبشن اللي هي هادي. بون انا نوريها لكم كي الناس تم. بون الاوتيل جاي مور ريسبشن سو درنا تشيك اوت وجينا حطينا ديجا يعني عارفين كاين الطوموبيل حطينا هنا. دابا غادي نمشيو نديرو جيم درايف اللي كيدا في لوكا. علاش؟ حيت هو قصير يعني تياخد واحد ساعتين هكداك ما بين ساعة حتى ساعتين حيت ما عندناش الوقت. عندنا ساعتين باش نرجعو لكيغالي عندنا ساعتين ونص بالطوموبيل وخاصنا نكونو تماك ماكسيموم خاصنا نكونو مع ربعة باش يديرولنا تيست ديال كورونا باش يلاه يجي يوصلنا غدا مع 12 ديال النهار حيت غنحتاجو في العشية يعني غنحتاجوه مي غنكونو كنديرو تشيكين في الطيارة ان شاء الله. ما كانش صراحه نديرو جيم درايف واحد اخر بالطوموبيل لحقاش هي اللي كيكون عندك فرصه انك تشوف حيوانات اكثر. الفلوكا غادي يعني غالبا غير الهيبوز الفيل هادشي غالبا اللي غيكون التمساح دجاج شفناهم البارح ولكن المهم ماشي مشكل ما نستغلو الفرصه ما نضيعوش الصباح. المهم دابا راجلي مشى يخلص هنايا عند الريسبشن غادي نمشيو دابا غنديكم معايا الله نشوفوا شي حاجه ما عرفتش شي سبع تيشرب الماء والله ما كرهت لحقاش ما شفناش السبع وما شفناش واحد القرن. واحد القرن هو اللي فريمون فريمون باغي نشوفو ما شفتوش تنزانيا وما حفناش لحد هنايا خصني ندير ماسك وصلنا يا هاتي سوني باش نجيب الكاميرا هادي صغيرة فن اف سنتر متاقين لي يدو حنا ما مشينا ثانك يو ولا جونا نحطي بس 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 لايد شوف شوف امي امي يا امي شوف 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 الا شاف شي واحد جا في الطريق اللي تيرجع كينقص كيتبع الوحيد اللي كيخرجوا برا الماء هو باش كيكون عندهم كلشي غير من الشتا او لا شي ماتش كبير كروت ديال العلي خلاص انت كاين فيديو شو هنا كاين مجموعة ديال انواع ديال صافي سالينا دابا غادي نمشيو لكيغالي ان شاء الله باذن الله ساعه ونص طوموبيل ومن بعد غادي صافي غنمشيو لوطيل غير نوصلو لوطيل غادي يديرولنا التيست ديال كورونا اخر تيست ان شاء الله هنا اخر تيست هنا واخا خصني غادي نرجع للدار خصني نعاود واحد اخر خصوصا ان البنات كيمشيو من راسه والراجل كيمشي للخدمه فخاصني نعاودو تقريبا كاملين اوكي مهم انا عندي البيرمي اللي كنسوق تعلمت في امريكا عندي بيرمي امريكي تعلمت في اوتوماتيك ما تنعرف حتى شي حاجه على المانيول ما عندي حتى شي فكره على المانيول يعني الطوموبيلات هذيك المانيول ما تنعرفش داك
مع شكايت ولا هذاك تبدل فيديو داك الشيء كله ما تنعرفوش نهائيا. فداك الشيء باش كاين الطوموبيل جينا هنا قلت له خدها اوتوماتيك باش حتى شي حاله مستعجله نسوق انا. المهم واخا هكا قال لي بلي هنايا بحال دابا فاش كتكون الطريق داك الطريق الجبليه وداك الشيء ضروري ما كيخاصو عاطينو واحد السكند فيتاس ولا باش تيبدل. ما فهمتش انا داك الشيء كله ما تنفهموش. ولكن المهم دابا قلت له اعطيني نسوق غير شويه فوسط يعني فوسط الحيوانات ما غادينيش فرصه نعاودها مره واحده اخرى غادي نرجعوا حيت عندنا دابا حيت حنا فوسط هذاك المحميه اللي فيها الحيوانات المفترسه كيعطيوك تسوق بوحدك ماشي مشكل. ولكن حنا دابا خارجين دونك غادي بحالنا غنخرجوا لهذا المنتزه الوطني ديال الحيوانات فغادي نسوقوا يعني ضروري ما خاصنا نسوقوا فوسطو باش باش نخرجوا. فقلت له اعطيني نسوق شويه الطريق شويه طالعه شويه مخربقه وكاين يعني يقدر يكون حياة مسلسل فقط عطيني نسوق واحد شويه غير نجرب داك الشعور ونشوف واش نقدروا ليا. احنا في وسط افريقيا بابو شكرا لا فور هذا هو ان شاء الله انا ساحو غدا غادي نمشيو للمطعم.